الأرقام اللي رأيناها مؤخرا حسب ما لحق قانون المالية 2023 أشارت إلى أن حجم التحويلات اللي تقوم بها الدولة لفئة المؤسسات العمومية هي في تجاوزت 12 مليار دينار سنة 2022 بما فيه الدعم، وبالتالي المؤسسات هذه تمثل واضح على ميزانية الدولة وتتأثر بجزء كبير من المداخيل اللي صعود تمشي استثمارات هي نشوفوا بها تمشي معناها دعم للمؤسسات العمومية، وبالتالي ما هي قاعدة تدعم حقيقة في الإنتاج. اليوم الوضعية هذه اللي هي تو عندنا سنين واحنا فيها، كل عام مع الأرقام هذه نسمع اللي التفويت في المؤسسات العمومية هو يمثل حل لتونس، لكن في الحقيقة هو ما ينجمش يكون حل كلي. هو صحيح اليوم عندنا مؤسسات اللي يلزم نخمو كيفاش تدخل الدولة يكون أقل، وبالتالي مساهمة المواطن فيها تكون أقل، لكن ثم وضعية حالية اليوم تقول أولا أنه وضعية المؤسسات العمومية الكبيرة اللي تمثل عبء على الدولة هي وضعية صعبة، وبالتالي عملية التفويت فيها مش تكون عملية صعبة جدا، وراه مش بالسهل باش نلقاو شكون ياخذ مؤسسات عندها صعوبات مالية، عندها صعوبات فيما يخص الحوكمة، وما فهمناش خطة واضحة للخروج من الوضعية هذه. وبالتالي الحل الأمثل لأغلب المؤسسات العمومية اليوم إنه يتم في مرحلة أولى إصلاح الهيكلة، إصلاح الحوكمة، ويجي من بعد عملية إصلاح مالية. عملية إصلاح مالية معناتها ضخ أموال، رؤوس أموال في المؤسسات هذه، وثم في مرحلة لاحقة نجم نحكيه على التفويت، لأنه إذا كان مش نفوتوا فيها في الوضعية هذه راهي مش يجيب فلوس، لأنه الهدف الأساسي من التفويت اللي هو صحيح اللي احنا نتخلصوا من عبء، لكن زادة باش ندخلوا فلوس، الفلوس هذيك إذا كان يكون أجنبي اللي باش يشري باش يكون مداخل بالعملة الصعبة نجم تعوض لنا التدين، وبالتالي تعاود ميزانية الدولة تقف بشوية بشوية على ساقيها. الوضعية اللي احنا فيها اليوم أغلب المؤسسات اللي تمثل مشكلة تونس راهي وضعية تخليها غير قابلة ليتم التفويت فيها أو يتم الاهتمام بها، إذا كان استثنينا زوز وثلاثة شركات تمثل معناها أهمية استراتيجية للدولة التونسية. وبالتالي قبل ما نحكي وإحنا اليوم على التفويت راهو يلزمنا أول حاجة نصلح الوضعية المؤسسات هذه قانونيا وماليا، إذا كان خلطنا إحنا باش نصلحوها هذه تو ما عادش تمثل عبء على الدولة، بالعكس ترجع المؤسسة دي تدخل فلوس للدولة، وبالتالي المشكلة ما عادش يتطرح. تو ما عادش مثل لعب على الدولة، بالعكس ترجع المؤسسة دي تدخل فلوس للدولة، وبالتالي المشكلة ما عادش يتطرح. تو ما عادش مثل لعب على الدولة، بالعكس ترجع المؤسسة دي تدخل فلوس للدولة، وبالتالي المشكلة ما عادش يتطرح. تو ما عادش مثل لعب على الدولة، بالعكس ترجع المؤسسة دي تدخل فلوس للدولة، وبالتالي المشكلة ما عادش يتطرح. تو ما عادش مثل لعب على الدولة، بالعكس ترجع المؤسسة دي تدخل فلوس للدولة، وبالتالي المشكلة ما عادش يتطرح.